وتنطق حسن وفريد. مالهم حسن وفريد؟ متجوزين عرفي بعد ما انت وهو اتخطبتوا. مش بس كده، دي حامل منه. مالك تتعلق؟ في ايه؟ ما هو انا لو ما بحبكيش يا بنت الناس مش هتجوزك، ولو فريدة عجباني واتقدمت لها هترفضني مثلا؟ لا مش هترفضك، عشان انت متجوزها اصلا يا حسن. مالك انت فاهمه غلط، الكلام اللي انت بتقوليه ده اكيد حد كلمك. انا مش فاهمه غلط، انا حماره، انا حماره عشان اكتشف اقرب اتنين ليا مع بعض من ورايا. انا مش عارفاها، مش عارفه اوصف لك انا حاسه بايه. انا حاسه بقرف، عارف الاحساس ده انا حاسه بيه. ايه اللي لقيته في فريده ما لقيتوش فيا؟ وليه فريده تعمل كده في صاحبه عمرها عشان واحد زيك؟ انتوا احقر اتنين عرفتهم في حياتي، مش عايزه اعرفكم تاني، مش عايزه المحكوا تاني. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت فاهمه غلط. انت فاهم ولا مش فاهم؟ مش عايزه المحكوا. ملك يا ملوك يا ملك استني. ملك في ايه؟ في ملك يا حسن؟ اه ما لقيتش غير اختي يا ابن الحلال. هتقعد تتحنجلي؟ ده انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان الجو مغيم. ايه حتشتي؟ حتشتي ايه يا بجم؟ حتشتي ايه؟ في قلق، في قلق. ربنا يعينك في شغلك يا اخويا، انا بس حبيت اقول لك ان الحنبولي بيعز وراك وهيوز عليك ورث مؤمن اللوكس، وانا بعت حد يعرف لي مكانه، وانا قلت اقول لك عشان الحنبولي نابه ازرق. الحنبولي ده ولا حاجه، هوا هوا. طب والله العظيم انت بوق. ايه هتربط الجزمه؟ يا حسن ابن عمتك جنبك يا حسن. علي اضبط حسن. طلع بقى حسن. انت بقى امك دي تبقى عمتك وعمه الصاهر يا حسن، ويوم ايدك ما تتنفس على ابني ما يكفيني فيك عيله الحلقه كلها. الاهل اتجننوا يا شمس، ويديني لقدام القاضي حسن، وبعدين يا حسن القاضي حسن. اوعى يا حسن، اوعى يا النبي، صلوا على النبي، انتوا مش عيال عم. اوعى ايدك يالا، هتعيل ولا ايه؟ لا ما تقولش كده، هي معيله بيك اصلا. انا تعبان يا حسن. ايه؟ يا لهوي انت، يا لهوي انت يا اخوي، يا لهوي انت انت يا لهوي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.